هل أفهم من كلامك سيد جابريل أنه أنتم المقربين أو الفريق الحكومي للسيد ترامب يعني غير مسرورين بهذا الاتفاق؟ هل لأنه عقد في زمن بايدن وكان من المؤمل أن يحسب أولى الإنجازات للسيد ترامب قبل في أول دخول له للبيت الأبيض؟ أشواني هكذا كنت يعني تسلل إلى تفكيري. No. هذه الوثيقة، وثيقة الاستسلام، لم تكن لتحصل لولا أن ترامب سوف يصل إلى البيت الأبيض في 20 يناير. كل هذه ما تجده في الوقت الحاضر من حلول هي بسبب مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لأنه إيران تعلم جيدا بأن ترامب في البيت الأبيض سوف يضع عقوبات اقتصادية، وقد تطال المنشآت النووية وبقية المنشآت الاستراتيجية الإيرانية، وقد تطال شخصيات إيرانية بارزة. هناك خوف كبير في إيران من قدوم الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وما تجده في الوقت الحاضر هو نتيجة لفوز ترامب في الانتخابات.